يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في المنصوبات من الأسماء عند المفعول معه. أخذنا فيما مضى المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له أو لأجله، واليوم معنا إن شاء الله تعالى المفعول معه. ولما وجدت فاصلا بين المفاعيل تركت الدروس التي في الوسط، تركت الحال والتمييز والنداء كل هذه الدروس، وأتيت إلى بقية المفاعيل، ثم أعود إلى بقية الدروس بقية المنصوبات فيما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. عندك في الكتاب مفعول به أولا، وبعد كده المفعول المطلق، بعد كده المفعول فيه، وبعد كده مجموعة من الدروس أجلتها، وبعد كده أخذنا إيه؟ المفعول له، واليوم معنا المفعول معه. طيب، هو المفعول معه إيه يعني؟ هو إيه يا شيخ؟ مش لازم التعريف الاصطلاحي الدقيق، يعني تعريف اللي حضرتك عارفه. من اللي فعل الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ صحيح. طيب، كلام جميل. من وقع عليه فعل الفاعل، ماشي. طيب، والمفعول المطلق ايه يا شيخ؟ مصدر الفعل. مصدر الفعل. تكلم فلان تكلما، استكبروا استكبارا، إلى آخره. طيب، كلام جميل. والمفعول فيه اللي هو إيه؟ الأخ الثالث. المفعول اللي هو المفعول به. لا، فيه ظرف الزمان والمكان. المفعول فيه ظرف الزمان والمكان. والمفعول له، الأخ اللي بعده، المفعول له، المفعول لأجله اللي هو يأتي علة لحصول الفعل. كلام جميل. آخر المفاعيل المفعول معه. إيه المفعول معه؟ هو الذي يعني يشارك، أو هو الذي يأتي مع، أو هو الذي يصاحب الفاعل مثلا في زمان حصول الفعل. طيب، التعريف عندنا هنا ان احنا عندنا اسم منصوب فضلا يأتي بعد واو بمعنى مع مسبوقة بفعل او ما اشبهه. ده التعريف الاصطلاحي، لكن التعريف المجمل ان هو من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل يعني في مصاحبته. الأمثلة، شيخنا رحمه الله تعالى ابن أبي الروم مثل بمثالين. الأول، جاء الجيش والأمير، جاء الأمير والجيش. ومثال الثاني، استوى الماء والخشبة. جاء الأمير والجيش، لا، والجيش. الجيش هنا اسم، يعني ليس جملة وليس فعلا ولا حرفا، وأيضا هو مفرد منصوب فضلة. فضلة يعني إيه؟ له مبتدأ ولا خبر ولا فعل ولا فاعل. احنا عندنا الجملة اسمية أو فعلية،
ده اسمية فيها ركنان مبتدأ وخبر، أي حاجة غير المبتدأ والخبر تبقى فضل. الجملة الفعلية مكونة من ركنين فعل وفاعل، أي حاجة زيادة تبقى فضل. يبقى فضلا مش معناها إن هي زيادة ممكن الاستغناء عنها، لا، هو الذي يأتي بعد تمام الإسناد. الإسناد يعني عندي مبتدأ وخبر في الجملة الاسمية وفعل وفاعل أو نائبه في الجملة الفعلية، أي حاجة بعد الاثنين دول يبقى فضل. يبقى جاء الأمير والجاء الأمير والجيشة، الجيشة اسم مفرد فضلة منصوب. أتى بعد واو بمعنى مع، يعني جاء الجميع الأمير مصاحبا للجيش أو مع الجيش، ومسبوق بفعل اللي هو جاء. طيب كلام جميل. المثال الأول ده من الممكن أن يأتي الجيش مع الأمير، يتصور أن يأتي الجيش مع الأمير وأن يشاركوا الأمير في المجيء. جميل. المثال الثاني استوى الماء والخشبة. قلنا إن الأمير الجيش جاء مع الأمير، طبعا ممكن أعطف الجيش مع الأمير. صحيح. طيب خلينا أنا هنجيبها دلوقتي إن شاء الله. يبقى الصورة الأولانية إن هو جه معاهم، جاء معهم، واحنا نصبنا الجيش على انه مفعول معه. يصح ان احنا نقول جاء الامير والجيش وهي صح، لكن لو احنا قلنا جاء الامير والجيش هل يقتضي المصاحبة؟ احنا قلنا ان الواو، ايه معنى الواو في اللغة العربية؟ مطلق الجمع. ممكن يكون الامير جه الاول وبعد كده الجيش جه، وبعد كده وممكن يكون الجيش جه الاول والامير بعده جه، ممكن يكونوا جم مع بعض. لما انا اقول جاء الامير والجيش يبقوا الاثنين جم مع بعض، لا يصلح ان يكون احدهما جاء اولا، لا يصلح. يبقى الواو دي النص في المعيه. واضح؟ كلام جميل. يبقى احنا قلنا ان الواو دي تدل على المعيه، نص في الدلاله على المعيه. وقد يتصور أن يشارك ما بعدها ما قبلها في الفعل، يعني هو يشارك في المجيء، وقد لا يتصور. المثال اللي هو لا يتصور فيه استوى الماء والخشبة، يعني الماء ارتفع ارتفع لغاية ما وصل إلى الخشبة. الخشبة هل استوت هي كمان ولا هي واقفة مكانها؟ واقفة مكانها، لم تبرح. إيه اللي طلع لغاية ما ساوى الخشبة؟ الماء. إذن فما بعد الواو لم يشارك ما قبله. مثال تاني أقول سرت وطلوع الفجر، سرت وطلوع الفجر، أنا مشيت والفجر بيطلع في وقت طلوع الفجر. سرت سار ده الفعل والتاء ضمير المتصل ده الفاعل، وطلوع ده مفعول معه، الواو يعني حرف الدلالة على المعية وطلوع مفعول معه. هل طلوع الفجر شاركني في السير؟ لا، لم يشاركني في السير، فهذا لا يتصور منه المشاركة في الفعل. يشاركني في الوقت في الزمان، لكن لا يشاركني في الفعل. أما أقول سرت وشاطئ البحر أو سرت والطريقة، الطريق لا يسير معي، أنا أسير فيه أو بمحاذاته أو بمحاذاة الشاطئ، لكن الطريق لا يسير معه. إذن فعندنا صورتان، صورة يتصور فيها المشاركة في الفعل، وصورة أخرى لا يتصور فيها المشاركة في الفعل، وكلاهما يدخل معنا في المفعول معه. أهم شيء حتى يدخل في هذا الباب أن تكون الواو بمعنى المعية، ويكون المعية هذه في الزمان أو في المكان، لكن في الفعل لا يلزم أن تكون هناك معية في الفعل، لا يلزم، يعني في المجيء أو السير أو الخروج أو ما أشبه هذا، إنما لازم يكون في معية في الزمان أو في المكان. في القرآن ليست هناك أمثلة يعني متعين فيها أن تكون الواو بمعنى مع،
لا يلزم، لكن مما يحتمل أن يكون مفعولا معه ويحتمل أيضا أن يكون معطوفا عليه قول الله تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيرة. الجبال والطيرة، الواو هنا ممكن تكون عاطفة ويبقى خلاص معطوف معطوف عليه وانتهت القضية، وممكن تكون للمعية فيبقى ما بعدها منصوب على المعية. الأمر في هذا واسع. مثلا فوربك لنحشرنهم والشياطين. لنحشرنهم هم مفعول به، والشياطين معطوف عليه، يبقى معطوف معطوف عليه وانتهت القضية. ومن الممكن أن نقول أن الواو دي بمعنى معه يبقى ما بعدها منصوب على أنه مفعول معه، لكن ليست هناك آية في القرآن هي نص على المعية، بمعنى أن الواو نص على المعية وما بعدها يلزم أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه، فيش في القرآن هكذا. كده ممكن أول آية أي معطوف منصوب على أنه مفعول على ممكن. ممكن، لكن احنا عندنا الأصل أن طالما العطف ممكن فإحنا لا نلجأ إلى المفعول معه، يعني الأقوى بلا شك أن احنا نقول معطوف معطوف عليه، لكن من حيث الاحتمال محتمل. مما أول على المفعولية وجاءت فيه الرواية بالوجهين الحديث: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ورسول الله صلى الله عليه وسلم، من إناء واحد. كنت أغتسل أنا، ده كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كنت، التاء دي تعرب إيه؟ اسم كان، اسم كان. أغتسل أنا، أغتسل ضمير الفاعل بتاعه ضمير مستتر تقديره أنا، وأنا اللي موجودة دي تأكيد لفظي لأنا المستتر. طب ليه الكلام ده؟ ليه الكلام الغريب ده؟ ما هي التاء دي اسم كان يا شيخ. فعل ايه؟ لا هي كان، هي كان، كان بتعمل ايه؟ كانت ترفع اسما وتنصب خبرا، ده اسمها. في البعض بيقول دي ضمير فصل عشان اللي هو ايه؟ انا؟ انا دي. لا لا لا، خلينا بس نتجاوز هذا لان احنا ما خدناش الكلام ده اصلا. اللي هو العطف على الضمير المرفوع لابد ان يكون مع الفصل، الكلام ده احنا ما خدناهوش فخلاص مش هنتكلم عليه. المهم عندي الخلاصة ان ورسول في قوله ورسول في قولها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون معطوفا على المرفوع قبله، ويحتمل ان يكون منصوبا على المعية وتكون الواو ديا بمعنى معه، لذلك اتى فيها روايتان: رواية الرفع على المشاركة على العطف، ورواية النصب على انه مفعول معه. ايه تاني؟ يقوم اسم الفاعل وما اشبهه مقام الفعل، فمثلا ساعة ما نقول سرت والنيلة مثلها ان اقول انا سائر والنيلة، انا سائر والنيلة مثل سرت والنيل تماما. فسرت والنيلة يبقى العامل في نصب النيل هو ايه؟ سارة، سرت. طب انا سائر والنيلة يبقى اللي نصب سائر اسم الفاعل، يبقى احنا عايزين نقول ان ما يشبه الفاعل من اسم فاعل او اسم مفعول او هذه الامور تقوم مقام الفعل في العمل فتنصب المفعول معه. هناك بقى يعني كلام طويل فيما يتعلق بوجوب النصب على انه مفعول معه، ووجوب الرفع، وجواز الوجهين مع ترجح احدهما، ومع عدم الرجحان. كل الكلام ده ليس مجاله في هذا المختصر. المهم ان انا اعرف ان المفعول معه اسم فضلة منصوب يأتي بعد واو بمعنى مع مسبوقة بفعل او ما يشبه الفعل، ده اول حاجة. وان ما بعد واو المعية لا يلزم فيه ان يمتنع عطفه على ما قبله، فقد يجوز عطفه على ما قبله وقد يشاركه في الفعل وقد لا يشاركه في الفعل. إذا لم تمكن المشاركة وجب نصبه على أنه مفعول معه، مثل سرت والنيلة
سرت خرجت وطلوع الفجر استوى الماء والخشبة، كل هذا لا يتصور فيه المشاركة في الفعل، فهذا يلزم أن ينصب على أنه مفعول معه. وهناك أحوال أخرى يجوز فيه أن يشاركه في الفعل، فهذا يجوز فيه أن يعطف على ما قبله، ويجوز فيه أن يكون منصوبا على أنه مفعول معه. مما لم يستوفي الشروط مثلا أن نقول إيه، جاء القطار والناس منتظرون. والناس منتظرون ده مفرد ولا جملة؟ جملة. يبقى هذا لا يدخل معنا. ليه؟ لأن الشرط عندنا أن احنا يأتي بعد واو المعية مفرد، اسم المفرد، خلاص يبقى ده مش داخل معنا. مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. طيب مثلا لا تذاكر وتسمع الموسيقى مثلا، في ناس فاكرين كده ان هو ايه ما يعرفش يركز لما يسمع موسيقى. ف وتسمع الواو دي بمعنى ايه؟ بمعنى دي واو المعيه، واحنا قلنا ان واو المعيه بتعمل ايه؟ تنصب الفعل المضارع او ينصب المضارع بعدها بان مضمره وجوبا، ده اخذناه في درس النواصب، نواصب المضارع. لكن هل ده يدخل معنا في درسنا الذي نحن فيه اللي هو المفعول معه؟ لا، لا يدخل معنا. ليه؟ لانه فعل، واحنا عندنا الشرط ان يكون اسما مفردا. وتسمع لا يدخل معنا. ليه؟ لانه جمله، جمله فعليه، واحنا الشرط عندنا ان يكون مفردا. يعني ده مثلا اما نقول ايه، اشترك زيد وعمر في كذا، هل عمر مفعول معه؟ لا، لا يصح ان يكون مفعولا معه. ليه؟ لان اشترك مما يلزم ان يكون بين اثنين، الفعل اللي هو على وزن افتعل او تفاعل، الحاجات اللي هي فيها الافتعال، هذا يشترط فيه المشاركه بين اثنين فاكثر. واذا كان كذلك فالمعطوف على المرفوع هنا في مقام العمده. احنا قلنا العمده هو ايه؟ المبتدا والخبر والفعل والفاعل. طب المعطوف على الفاعل الذي لا بد منه لان الفعل مبني على المشاركه يقوم مقام العمده، يعني هو في مكان العمده، واحنا الشرط عندنا ان يكون فضله، فيبقى ايضا هذا غير داخل معنا. يعني اهم المحترزات التي احببت ان اذكرها. استخدامه محدود، هو استخدامه محدود جدا. يعني هو هذا الدرس يعني فعلا استخداماته قليل، لكن احنا نعرفه حتى اذا احتجنا اليه استطعنا ان نستخدمه. واذا وردت نصوص قيل فيها ان دي واو المعيه واللي بعدها مفعول معه، نبقى عارفين ايه المفعول معه وايه الموضوع. لكن من حيث الاستخدام استخدامات قليله. المثال بتاع استوى الماء والخشب، يعني ما يمنع استواء الخشبة عن عدم مشاركة بالفعل؟ لأن الخشبة جامدة مكانها ما بتتحركش. يعني هي مبسوطة بالماية مثلا طالعة معاها مشاركة؟ أصل هو ما بيقولش إن هي ارتفعت معه، هي الصورة اللي حضرتك بتحكيها دي إن هي جوه المية والمية بتطلع فبتطلع معاها، لا إحنا بنقول إن في خشبة يعني معلقة زي مثلا المكان ده كده، خشبة المطلعة دي والمية عمالة تطلع تطلع لغاية ما استوت وساوت هذه الخشبة. فقط. نعم. الخشبة ثابتة مكانها. هي ثابتة. ما هي عشان كده بنقول إن دوت لا يتصور فيه المشاركة. يعني هم ساعة ما قالوا استوى الماء والخشبة كانوا يقصدون إن الخشبة ثابتة في مكانها والمية عمالة تطلع لغاية ما وصلت لها. ده المقصود. طيب على كل حال هو هذا آخر ما عندنا في هذا المفعول معه، ويعني ما يأتي بعد ذلك فهو من باب التكميل والاستطراد. المفروض ان احنا كنا اتفقنا على ان احنا نراجع، لكن الاشكالية انا والله كان عندي اشغال كثيرة جدا، فوالله لم اتمكن من ان انا انظر فيما مضى اصلا، فعذرا والله. لعلنا ان شاء الله نستدرك من مرلقة ان شاء الله، يعني النهاردة كان درسا مختصرا، ربنا إن شاء الله يبارك في هذا القليل، يبارك فيكم جميعا ويجزيكم خير الجزاء. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.
بشيء. الذين هم عن صلاتهم. هم دي في بعض العرب يقول ضمير ضمير فصل. ما معنى ضمير فصل؟ لم نقل تأكيد يعني. زي المثال هذا كنت ضربت دلوقتي كنت مقتصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من الحاجات من المسائل التي يذكرونها في باب العطف موضوع العطف على الضمير المرفوع المتصل، هل يجوز أن يعطف عليه مباشرة ولا لا بد من الفصل؟ و يعني أكثر النحاة على أنه لا بد من الفصل، مثل قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، لم يقل ما عبدنا من دونه من شيء ولا آباؤنا، أتى بنحن، يبقى لا بد من الفصل بالضمير. إذا أردنا أن نعطف على الضمير المرفوع المتصل لا بد أن نأتي بفاصل، والفاصل دون غالبا بيكون ضمير مؤكد للضمير الأولاني وقد يكون شيء آخر. دي مسألة. نعم شيء. هو إيه ضمير الفصل الأول؟ ضمير الفصل هو الذي يأتي للدلالة على أن ما بعده أو للنص على أن ما بعده خبر لا صفة. ضمير الفصل هيجي ما بين المبتدأ والخبر، أو ما بين ما أصله المبتدأ والخبر. ليه؟ للنص على أن ما بعده خبر لا صفة. أما أقول محمد الكريم، أنا ممكن الكريم ده يبقى خبر، محمد الكريم خلصت الجملة، وممكن يبقى محمد الكريم نعت ولسه الخبر لسه ما جاش، المتكلم لسه ما خلصش كلامه. يعني مثلا كأنه هيقول محمد الكريم جاء مثلا، فيبقى الكريم نعت. لكن لو أنا قلت محمد هو الكريم، خلاص تعين أن يكون ما بعدها خبرا لا صفة. فضمير الفصل الدور الأساسي له أنه للنص على أن ما بعده خبر لا صفة، هو يأتي بين المبتدأ والخبر أو بين ما أصله المبتدأ والخبر للنص على هذا المعنى الذي ذكرته لحضرتك. والله الإعراب بقى مختلفون فيه، فيعني حتى في كتاب مستقل، يعني بعض المشتغلين بالنحو عمل كتاب مستقل اسمه ضمير الفصل. ضمير الفصل جايب بقى في احكام ضمير الفصل وكل ما يتعلق به. انا في اعراب القران كتب ضمير الفصل فقط ولم يعرف. لا هو في كتاب مستقل بيقول لك في ضمير الفصل، يعني اصل هو انا قراته على المعلومات المحدوده يعني، هو لم يعرف، هو بس ايه بيذكر الاعرابات كلها. هو في بعض العلماء يقولون ان ضمير الفصل لا محل له من الاعراب وخلاص، ضمير لا محل له من الاعراب. بعضهم يقول ان ضمير الفصل بيكون تسألت وأنا معرفش والله موضوع التوكيد، بس بعضهم بيقول إن ده من باب الإخبار بالجملة، يعني المبتدأ وبعد كده ضمير الفصل هيعرب مبتدأ ثانيا. حضرتك قلت في المثال اتسألت وأنا رسول الله هو التوكيد لفظي للضمير المستتر أنا. أيوة ليه؟ لأن احنا قلنا إن جمهور العلماء جمهور النحاة يشترط في العطف على الضمير المرفوع أن يفصل بينه وبين المعطوف عليه. واضح هذا الكلام؟ هو على كل حال استطراد دوام يعني ايه؟ احنا خلصنا الدرس بتاعنا دي كلها، يعني ايه استطرادات؟ اللي يروق اللي حتى منكم ياخده، ما يروقش خلاص. اغتسل، ده يا شيخ اغتسل ده فعل مضارع يحتاج الى ايه؟ فاعل. فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنا، ثم أكد بأنا المذكورة دي. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يعطف عليها مباشرة من غير فصل. بس ده آخر ما عندي. الحمد لله. لو قالت كنت أغتسل ورسول الله ورسول الله ما ينفعش.
ينفعش على عند جمهور العلماء لا يصح الاسلوب ده خطا. وعند بعضهم يجوز، يعني من لم يشترط الفصل يقول يجوز، من لا يشترط من يشترط يقول لا يجوز هذا الكلام، والكلام ده غلط. اذا اشترط خلاص. طيب ايضا من المسائل اللي يذكرونها هنا اللي هو مثل العطف على الضمير المجرور، انه لا بد ايضا من تكرار الجار، يعني ما اقول مررت بك وزيدا، ينفع هذا الكلام؟ عند البصريين لا يجوز. ليه؟ لانهم يشترطون ان ناتي بالباء عند العطف، بك وبزيد. لكن على الراجح ان هو لا يشترط الاتيان بها، ومذهب الكوفيين هو الارجح هنا لقول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على قراءه حمزه، فهنا عطف على الضمير المجرور من غير تكرار الجار. فاذا اتي بال المفعول معه من غير التكرار العطف هذا يجوز. يعني ممكن اقول مررت بك وزيدا، ممكن اقول مررت بك وزيد، الامر واسع اعتمادا على هذه القراءه وعلى ما في معناها مما جاء به الكوفيون. طيب ارجو الا اكون شوشت عليكم الا اكون يعني، بس على كل حال يعني هو الواحد اذا سمع الكلام ده اكيد هيطلع منه ولو كلمه. يعني موضوع ضمير الفصل ده كلام كويس ان الواحد يعرف يعني ايه ضمير فصل، وان ضمير الفصل ده بيجي من بين المبتدا والخبر، للنص على ان ما بعده خبر الله صفه، دي معلومه مهمه، معلومه لها قيمته. فاذا خرجنا بها فالحمد لله. طيب ايه خدمه ثانيه؟ نعم نطبق والله نطبق مفيش مشكله. ايه راي حضرتك تبدا؟ هو الفعل الماضي الاصل فيه انه يبني على ايه؟ على الفتح. جميل. والامر الاصل فيه انه يبني على السكون. اتضح هذا جدا في قوله تعالى قال يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض. وضح لنا بقى الكلمتين دول. أنبئهم أنبأهم قال يا آدم أنبئهم أنبئهم فيما الأمر. خلي الشيخ يقول يلا شيخ. أنبئهم فيما الأمر. أيوة فعل أمر مبني على إيه؟ هو كلامنا كلام سهل واضح يعني، مش ابن السكون. السكون ده بين على إيه؟ السكون اللي على إيه؟ على حرف إيه؟ على همزة. أيوة صحيح صحيح. أنبئ ده فعل أمر مبني على السكون. جميل. أنبأهم فعل ماضي مبني على إيه؟ مبني على الفتح اللي هو برضو على إيه؟ على الهمزة. صحيح صحيح ده كلام جميل. يعني الموضوع واضح والراجل عارف، مش محتاج إن أنتوا تشاركوه يعني ولا تتكلموا معاه. هو المفعول ده؟ آه. والفعل بقى يبقى مستتر، موضوع فين الفعل؟ انت بعد المفعول؟ لا هو الفاعل رتبته التقديم، هو ما هوش موجود قدامنا فنقدمه في الرتبه. هتقرا عيار مكانه فين؟ طيب يعني انا قلت انباء فعل ماضي او الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بس هو مش موجود في النص بين انباء وهم. مش لازم يكون موجود. المقدر كالمذكور كان مذكور يعني اللي هو قبل المفعول. والله يا شيخ قبله بعده مش هتفرق كتير. لا قصدي على هو موقع في الكلمه متصله ما فيش في النص فاصل. ماشي. هقول انبئهم انبئ. هنقول انبئ فعل امر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، وهم مفعول به. بس انا دخل فعل في النص بالفعل. اه المشكله. انا كنت بظن مثلا ممكن اخليه بعد المفعول. ما احناش محتاجين الكلام نجري على الظاهر وخلاص. بس مش موجود يعني في الكلمه. ايش يا شيخ محمد ربنا يبارك فيك. الشيخ محمد برضه من الناس المجتهدين في النحو ربنا يبارك. يا شيخ محمد.
سألنا أي سؤال كده بقى. طيب احنا بالمسألة للحال الجملة عشان نقدر نتلخبط جامد. لا الحال هناخده المرة اللي جاية إن شاء الله. ما تاخدش هنا. لا 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 أنا تجاوزت الحال والتمييز والمنادى والاستثناء وكل الدروس دي خلص تجاوزناها. احنا خدنا المفاعيل الخمسة فقط. بقية المنصوبات هناخدها إن شاء الله في مرة تأتي. المرة القادمة يبقى فيها إيه إن شاء الله؟ الحال ان شاء الله. طيب نكمل في القران. طلاق كنا واقفين فين؟ اللي ينفق. انا مش فاكر احنا خدنا اسكنه هنا ولا لا، بس خلينا بقى نبدا من اول. ينفق ذو ساعه من ساعته. اللهم افتح لنا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يلا شيخ لينفق اللام دي لام ايه؟ لام العقصر. صحيح. طلاق ايه كم؟ ستة. سبعة. سبعة. اللام دي اللام ايه؟ لام الامر. لام الامر. اعربها. جميل صح. بهتقول لام الامر حرف مبني على ايه؟ على الكسر. لا محل له من الاعراب. بس كده. يبقى نقول لام الامر حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. ده إعراب جميل جدا وتام. الله يبارك. ينفق الله يا شيخ حضرتك. فعل مضارع. فعل مضارع إعرابه إيه؟ فعل مضارع مرفوع. لا لام الأمر بتعمل إيه؟ تنصب. فعل مضارع لام الأمر تنصب. لا تجزم. تجزم. طب إيه الجوازم اللي تجزم فعلا واحدا؟ لم ولا. خلينا بس ايه ناخدهم واحده واحده كده. لم ولما دول اتنين مع بعض. ولا انهين لا الناهيه. وايه كمان؟ ولام الامر بقى معانا اربعه. لم ولما ولام الامر ولا الناهيه. احنا معانا دلوقتي لام الامر. لام الامر بتبقى مكسوره واذا دخل عليها الواو او الفاء واحيانا ثم بتسكن وقد تبقى مكسوره ايضا، بس الاصل ان هي اذا دخل عليها حاجه من الثلاثه دول بتسكن. لذلك احنا هيعدي علينا بعد شويه فلينفق مما اتاه الله. فلينفق اللام سكنت. سكنت ليه؟ لان الفاء دخلت عليه. يبقى اذا دخل على لام الامر اللي هي المكسوره دي الفاء او الواو او ثم بنعمل ايه؟ بنسكنها. طيب احنا قلنا ينفق فعل مضارع ايه؟ مجزوم بايه؟ بلام الامر وعلامه جزمه السكون. صحيح. اين فاعله؟ هو. غلط. لا حدش يتكلم من فضلكم. طيب اين فاعله؟ قدامك على طول. ذو ساعة. اه مين اللي هينفق؟ ذو. اه بس كده. يبقى مش محتاج ان هو اقدر الفاعل موجود. الفاعل قدامي. ذو اخلي عليه الدور. شيخ احمد ذو اعربه. هو احنا قلنا ذو ساعة على بعضها هتبقى لا مش على بعضها. حضرتك عايز ذو بس؟ احنا مفيش عندنا في النحو على بعضها كده بالشكل ده وإلا يعني. لا احنا اقول يعني حضرتك قلت دلوقتي بيه ذو. ذو بس هتبقى اسم اشاره. اسم اشاره. ذو ذو بمعنى صاحب. اخوات ايه بمعنى اخوات ايه بقى؟ دي من الاسماء الخمسه او الاسماء السته. اه الاسماء السته. معلش انا اتلخبط في حاجه. يبقى ذو
من الأسماء الست. الأسماء الستة اللي هم إيه؟ أو الخمسة؟ أب وأخ وحم وذو، صحيح؟ بشروط. ذو شرطها أن هي تضاف لاسم جنس اللي هو سعة هنا في هذه الآية. ماشي. ذو سعة يعني صاحب سعة. ذو هنعربه إيه بقى؟ يلا شيخ أحمد. قلت اسم من الأسماء. اسم من الأسماء الخمسة أو الستة ده مش إعراب. ده مجرد بس أنا بحدد هو إيه؟ إنما إيه موقعه في الجملة؟ هو طبعا لوحده فاعل. هو لوحده كده فاعل. ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه محدش يتكلم من فضلك، خلي الراجل هو اللي بيتكلم ويتكلم. هو الأسماء الستة أو الخمسة دي ترفع بإيه؟ تنصب بإيه؟ وتجر بإيه؟ واو رفعا، الألف نصبا، والياء جرا. ذو ذا ذي، ذو رفعا ذا نصبا ذي جرا. يبقى احنا عندنا هنا هنقول ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الستة. ذو مضاف وساعتين مضاف إليه، وده هناخده في المخفوضات إن شاء الله في الدرس في المجموعة اللي جاي إن شاء الله في الآخر. المضاف ليس له إعراب. المضاف بيعرب على حسب موقعه في الجملة. لكن كلمة مضاف دي مش إعراب. لا ليس إعراب. ساعتين من ساعاته. طبعا هو ساعة هنا بالفتح. يعني ناس كثيرون يقرؤون ساعتين ساعته. لا. هذا في القرآن غير صحيح. ده لحم. في اللغة قد يجوز على الأقل. لكن في القرآن في الآية لا يجوز. ده خطأ. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأخ اللي بعده تفضل يا شيخ. من دي نوعها ايه؟ ومن قدر عليه رزقه يعمل ايه؟ فلينفق. دي شرطية صح. قدر ايوه في محل، في محل جزم لانه فعل الشرط. انا عشان كده قلت لحضرتك عايزين نحدد من دي نوعها ايه. عشان كده قدر هيبقى فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم. تمام. قدر عليه رزقه، اين الفاعل؟ الفاعل رزقه، رزقه من رزقه. ده فاعل قدر. فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل. لأن اللي قدر عليه رزقه الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يقل ومن قدر الله عليه رزقه، قال ومن قدر عليه رزقه. فرزقه هنا تعرف إيه؟ نائب فاعل. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الأخ اللي بعده الفاء دي وظيفتها إيه؟ فلينفق. لا دي لربط جواب الشرط بما قبل. الفاء دي بتيجي مع جواب الشرط في مسائل مخصوصة، منها المسألة اللي معانا إن هو يكون طلبي. إذا كان جواب الشرط طلبا تأتي معه الفاء، يبقى الفاء هذه رابطة بين جواب الشرط وما قبله. اللام دي لام إيه؟ لام الأمر. لام الأمر أعربها حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحروف كلها لا محل لها من الإعراب. أي حرف يعدي عليك لا محل له من الإعراب. ينفق ماله؟ مبني على السكون. لا مش مبني. إمتى بيبنى؟ إذا اتصل بيه نون التوكيد أو نون النسوة. يبقى هو غير مبني. امال يبقى ايه؟ معرب. ماشي. ايه نوع الاعراب بقى؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مجزوم. مجزوم بايه؟ لا باللام، بلام الامر. مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه
السكون. أين الفاعل؟ فلينفق هو ضمير مستتر تقديره مما جر ومجرور آتاه. خلينا بقى نشوف آتاه اللي بعده الشيخ اللي بعده جزاك الله خير. آتاه يا شيخ آتاه الله أعربها لنا بقى. آتاه فعل ماض صحيح مبني على إيه؟ على فتح مقدر لأن الألف لا تظهر عليها الحركة فهنقول على فتح مقدر. والهاء ضمير صحيح ضمير إيه؟ آتاه هو الله. طب بس واحدة 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 آتاه ده فاعل ولا مفعول؟ مين الفاعل؟ مين اللي يؤتي لآتى؟ الله. يبقى ده فاعل مؤخر يبقى الله فاعل مؤخر. طب وأين المفعول به؟ الهاء. الهاء اللي معانا دي هي المفعول به. نعرفه ازاي بقى؟ نقول الهاء دي ضمير مبني على ايه؟ هو مبني على ايه؟ على الضم. وطالما هو مفعول به يبقى في محل ايه؟ نصب لأن المفاعيل كلها منصوبة. المفاعيل كلها منصوبة يبقى آتاه آتى فعل ماض والهاء مفعول به مقدم والله فاعل مؤخر صحيح. ماذا جبنا هنا الله فعل ماض ماذا؟ باعتبار أنه هو ظهر هنا عندنا لا عنديكم كده هو ظهر عندنا سهل ساعة من عرب والأمر في هذا وسع يا شيخ محمد يعني لا داعي لل لا قصدي يعني اللي هو ضم الفاعل يعني ممكن اخره دي الفكره بس كلها هل ممكن هو الفاعل ممكن يتاخر الفاعل ممكن يقدم وممكن يؤخر لها احكام بقى اذا كان مستتر مثلا ولا ايه ثم يعني لا نعتني كثيرا بالمستتر هذا يعني هو مستتر مش هيفرق معنا بقى هو مقدم ولا مؤخر الايه انبيهم كان مستتر صحيح هنا ظاهر فاخر ماشي وممكن يقدم بس هو احنا عندنا متى امكن المجيء بالضمير متصلا يعني اذا اتصل الضمير المفعول به بالفعل يبقى هنأخر فعل مبني على الضم في محل نصب لانه مفعول به صحيح اللي بعده يعني منصوب بالضم لا مش منصوب بالضم الهاء دي ضمير صح الضمير ده معرب ولا مبني 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 يبقى ما تقوليش ان هو يعني هنحكمه الموضوع ان الاعراب هنا ظاهر او يعني هو دايما مبني على حركه الضمه مثلا نقول ايه اتاه يبقى كده مبني على الضم مثلا مثلا اكرمته ايه مبني على الضم اه لانه مبني في محل نصب بص يا شيخ بص هقول لحضرتك حاجه يعني ايه مبني يعني لما يا شيخ بستغرب ازاي مبني ممكن تصبر بس خليني اتكلم المره دي يعني ايه مبني حضرتك رد عليا يعني ايه مبني برضه انت ما قلتليش حاجه انا اتحاور مع حضرتك هو ضمير مبني يعني ايه مبني معنى مبني اه يعني لا يتغير لا المبني هو الذي لا يتغير بتغير العوامل الداخله عليه يعني هو يجي في محل رفع هتلاقيه برضه مبني على الضم في محل نصب هتلاقي مبني على الضم في محل جر هتلاقي مبني على الضم ما بيتغيرش هو على صورة واحدة ما بيتغيرش لا يفارقها مبني على الضم أيوة فالمبني على الضم ده ممكن ألاقيه في محل رفع إذا كان فاعلا ممكن ألاقيه في محل نصب إذا كان مفعولا به ممكن ألاقيه في محل جر إذا كان مجرورا بحرف الجر
بس هو ثابت على انه مبني على الضم. اخبر حضرتك نجيب مثلا حاجه تانية مبنيه على حاجه تانية، مثلا ايه؟ هؤلاء ده ايه؟ اسم اشاره مبني على ايه؟ على الكسر. مبني على الكسر في محل ايه؟ على حسب حاله. لا مبني على الكسر يعني تحته كسر. يعني ايه مبني على الكسر؟ يعني اخره كسر. الكسره دي هل هي علامه اعراب؟ لا، ده هو ثابت على حاله واحده ما بيتغيرش. فهو مبني على الكسر في محل رفع اذا كان مبتدا او فاعلا، في محل نصب اذا كان مفعولا به او اسم ان او غيره من الحاجات اللي هي المنصوبه، في محل جر اذا كان مجرورا بحرف الجر. يعني فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء. يعبد هؤلاء يعرب ايه؟ فاعل. يعني تعرب ازاي؟ يعني مبني على الكسر في محل رفع. ليه قلنا في محل رفع؟ عشان هو فاعل، صورته تحته كسره صحيح، بس الصوره دي لانه مبني، المبني ما بيتغيرش. طيب ان هؤلاء لا يقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. ان هؤلاء، هؤلاء يعرف ايه؟ اسم ان مبني على الكسر في محل ايه؟ في محل نصب. جميل. هؤلاء في القران مجرور زي ايه؟ مررت بهؤلاء. القران لو في في القران حاجه انا مش قادر. ان هؤلاء ان ده منصوب عايزين مجرور. جاي معايا خلاص. المهم ان احنا عندنا هؤلاء الذين من الله بيننا، ده من مبتدا. طيب يبقى احنا عندنا هؤلاء مبني على الكسر في جميع احواله، سواء اكان في محل رفع ام كان في محل نصب ام كان في محل جر. لما تعطوا هؤلاء مفعول به مذبذبين. لا إلى هؤلاء، صح أحسنت يا شيخ، ربنا يبارك فيك. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هؤلاء هنا هنقول إنه مجرور بإلى؟ لا، هنقول إنه مبني على الكسر في محل جر. طب ليه مش إلى بقى حرف جر قبلها؟ إحنا قلنا إن هؤلاء مبني على الكسر دايما. والله بقى جه قبله مجرور حرف جر، جه قبله حرف حاجة تنصبه، جه قبله حاجة ترفعه، هو ما بيتغيرش. أصل الحركة المكسورة الكسرة اللي احنا شايفينها دي مش متأثرة بإلى. لا، ده هي مكسورة دايما بغض النظر عن العامل اللي قبلها. العامل بيدخل ما بيعملش أي حاجة. إنما في أسماء ساعة ما بيدخل عليها العامل بيغيرها. مثلا إيه؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل ده إيه؟ معرب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. ماشي. ضرب الله مثلا رجلا، ده إيه؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجلين. يبقى رجلا المنصوب دون عليه فتحة في الآخر، لكن لرجلين جر لأن اللام دخلت عليه فجرته. يبقى احنا عندنا الاسماء تنقسم لقسمين، قسم بيتاثر بالعوامل وده بيسموه معرب، فنقول ده مرفوع علامة رفع الضمه منصوب علامة النصب الفتحه مجرور علامة الجر الكسره. في قسم تاني اسمه مبني. مبني يعني ايه؟ ما بيتغيرش، العوامل تدخل عليه ما تاثرش فيه، هو دايما على حاله واحده. المبني ده بنقول ان هو مبني على الحركه اللي هي اخر حركه فيه، في محل رفع إذا كان مرفوعا، محل نصب إذا كان في محل جر، على حسب حاله. فأتاه، الهاء هنا مفعول به بس هي ضمير والضمائر كلها مبنية، فإحنا هنقول إن هو مبني على الضم باعتبار صورته، الصورة إن هو عليه ضمة، لكن باعتبار الحقيقة هو ده إيه؟ مفعول به، يبقى نقول في محل نصب. بس ده خلاصة يعني موضوع المعرب المبني على الفتح. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. مين اللي دور؟ اخونا اللي احنا كنا بنتكلم معاه؟ طيب خلاص يلا قول بقى. لا
دي نافية ولا ناهية؟ نافية. ناهية. ناهية بتنهي مين؟ طب احنا بس ايه يعني واحد واحد بس يعني انا حريص على ان انا طالما واحد هو اللي بيتسال محدش يجاوب تاني واحد واحد. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه بتنهى مين؟ لا تنهى احدا. الله يخبر انه لا يكلف احدا فوق طاقته بس ده خبر من الله سبحانه وتعالى لا ينهى احدا. يبقى لا دي بتعمل ايه؟ دي ناهيه. دي نافيه. نافيه تنفي ما بتنهيش حد على حاجه. ولا النافيه بتعمل ايه؟ بتعملش اي حاجه. لا تفعلوا شيئا. يبقى لا هنا هنقول ان هي حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الاعراب بس كده خلاص. الشيخ بقى اللي بعد حضرتك على طول. يلا يا شيخ جد ورجل. يكلف. يكلف؟ اه. يكلف ده امر. لا مش امر. لا. ده فعل ايه؟ مضارع ولا ماضي ولا امر؟ ده مضارع. مضارع صح كده؟ مضارع. مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع صحيح. لتجرده من الناصب والجزم. وعلامة رفعه؟ ضم. احسنت يا شيخ. أين فاعله؟ المستتر اللي هو الشخص او الانسان. لا لا الله. بص كده قدام ما حدش يتكلم من فضلك. واحنا مش احنا قلنا اكتر من مره ما حدش يتكلم الا فضول. ليه تتسرعون؟ يلا يا شيخ اتفضل. مين اللي هيكلف؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي يملك انه يكلف. يبقى الله فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمته الظاهره. اين المفعول به؟ نفسا. نفسا احسنت. مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره بس كده. الا ما اتاها. الا ما اتاها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ده استثناء مفرغ. استثناء مفرغ ما بعده يعرب على حسب موقعه في الجمله. يلا شيخ محمد. ما ما تعرب ايه؟ احنا قلنا ان ده استثناء مفرغ يعرب ما بعده على حسب موقعه في الجمله. ما ايه موقعها في الجمله هنا؟ هو ده اعراب؟ هو من ساعه ما قول اسم موصول ده اعراب؟ دي محاورات. ده مفعول تاني. مفعول ثاني. ماشي الجمله كده مكتمله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. يعني شوف ما اتاه استثناء ما هتبقى مفعول تاني. يعني شو الا يعني هنشيل الا كانها مش موجوده. كان اصل الكلام يكلف الله نفسا ما اتاه مثلا. كان ده الاصل. يبقى ما مفعول ثان. مبني ولا معرب؟ مبني. على ايه؟ على السكون في محل نصب لانه مفعول ثاني. ماشي. اتاها. اتى. اتى فعل ماضي. ايوه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. ماشي. من ظهور التعذر. أين الفاعل؟ الفاعل؟ من يبارك فيك يا أخوان؟ حفظك الله. أخ أحمد من نوازك. ما هنا مفعول ثاني؟ طب ينفع أقف عليها؟ ينفع إيه؟ أقف عليها يعني. تقف على إيه؟ على ما هي مفعول يعني المفروض تبتدي تعطي معنى مستقلة ولا هي ما تعالى الله ما قلنا؟ لا هي ما بس ما دي اسم موصول والاسم الموصول لابد له من صله. جمله اتاها دي صله الموصول. سيبها تعطي معنى يعني لو قلت لا يكلف الله نفسا الايه. يا ساعة ما اقول لا يكلف الله نفسا الا ما كده الكلام مخلص؟ اه مخلص. اه هو
ده معنى صلة الموصول. طب هي تعرب لحظة بقول وهي بتتجه صلة وراء ازاي؟ عادي، يعني ما اقول مثلا جاء الذي اكرمته، الذي ده يعرب ايه؟ اسم موصول، هي اسم موصول فاعل. طيب ما انا ممكن اقول بقى جاء الذي وخلاص. جاء الذي فاعل هنا؟ الذي فاعل، بس لازم لازم اجيب اكرمته عشان ده صلة الموصول. المفعول كده الذي فاعل ولا المفعول؟ نعم الذي فاعل هنا فاعل، جاء الذي الذي فاعل. فمش معنى ان هو فاعل او مفعول ان هو يبتر عما بعده. اذا كان اسم موصول لازم اجيب صلته معاه، وبعد ما اخلص اعرابه لوحده كده اقول انه فاعل او مفعول، اقول الجمله اللي بعده دي لا محل لها من الاعراب صله الموصول. ليه؟ ما اتاها جمله اتاها اقول صله الموصول لا محل لها من الاعراب. يعني ما اعرفش ان فعل ماضي ولا كذا. لا هنعرفها اعرابا تفصيليا واعرابا اجماليا. الاعراب الاجمالي نقول صله الموصول الجمله دي كلها صله الموصول لا محل لها من الاعراب. الاعراب التفصيلي نقول اتى ده فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو رجع الى الله سبحانه وتعالى، وها مفعول به. زي ما قول مثلا محمد ابوه عالم. محمد ده مبتدا، جمله ابوه عالم دي ايه؟ دي كلها على بعضها في محل رفع خبر، لكن ده لا يمنعني من ان انا اعربها اعرابا تفصيليا، فاقول ابو من ابوه مبتدا ثان مبني على مرفوع علامه رفع الواو، ابو مضاف والهاء مضاف اليه، عالم خبر المبتدا الثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول. معايا حضرتك؟ لا يعني ان هي بعربها اعرابا اجماليا ان هي ملهاش اعراب تفصيلي. في اعراب تفصيلي. ما بصش بس ان ماضي او مفعول بس. لا عادي. انا بقول لحضرتك طالما هي اسم موصول لابد ان انا اشوف صلته. وطالما هو موصوف لابد اشوف صفته. يعني اي حاجه لها متعلق لازم يجيب متعلقها بعد كده. يعني لو انا شلت المفعول الاول تدي معنى؟ ولا لابد يكون تابعها؟ يعني طب انا شيل الثاني الاول ليه؟ يعني افتراضا يعني اسم المفروض يعني لو قلنا زاد مفعولين شلت المفعول الاولاني الثاني ممكن يقوم بالمعنى. اعطيته مثلا هديه او اعطيته محمد هديه ممكن. طب ما انا اعطيته انت كده ما شلتوش برضه. الهاء انت جبت ضمير. وبعدين طبعا في باب مستقل بقى اللي هو موضوع الحذف والذكر وحذف الضمير ومتى يجوز حذفه ومتى ده كلام ثاني. يعني احنا في درسنا هذا نحن بالتصور الاجمالي تفصيلي مش الا ما اتصلش على الا ما لهاش ده هناخده بقى في باب الاستثناء، وان الاستثناء له انواع، وان من انواعه الاستثناء المفرغ. مفرغ بمعنى انه مصدر بالنفي. لو عندنا هنا ايه؟ لا يكلف، لا ده نفيه. وان المستثنى منه غير موجود، لا يكلف الله نفسا ايه؟ هل ذكر؟ لا. لم يذكر، يبقى المستثنى منه غير موجود. يعني كان اصل الكلام لا يكلف الله نفسا شيئا او تكليفا او امرا او معي حضرتك؟ لم يذكر المستثنى منه، الا هيستثنى منه ما اتاها. ما اتاها يعني ما تقدر عليه. فلم يذكر المستثنى منه، فاذا اجتمع عندي الاثنين دول اللي هو ان الاستثناء مصدر بالنفي وان المستثنى منه لم يذكر، ما بعد الا يعرب على حسب موقعه في الجمله. كلام جميل. الا ما اتاها.